now I'd like to introduce to you all Camelia Sohbi. Ladies and gentlemen, honorable guests, as we are in Syria, allow me to speak to you in Arabic language, and my colleague here is going to translate every word. He speaks Arabic very well. يظل السؤال الذي ردده أحد الكتاب الأمريكيين بعد 11 سبتمبر هو أهم سؤال ألقي في أمريكا، والذي لو عرف أساس الأمريكيون إجابته لما عانت أمريكا كل هذه المعاناة في المنطقة. السؤال هو: لماذا يكرهوننا؟ واسمحوا لي أن أجيب على هذا السؤال: لماذا يكرهونكم؟ Thank you. ايه الحلاوه دي؟ ايه الكلام الكبير ده؟ بصي، انا حضرت الندوات بعدد شعري راسي، ما شفتش سبيكر بالحلاوه دي. انت بتجاملني بس علشان بتحبني. واحنا مش هنخلع من هنا ولا ايه؟ ايوه، مش على طول كده يعني، انا جاي اقول الكلمتين بتوعي وامشي، مش نسمع بقيه السبيكرز. انا لو منهم بقى افضل الليله حد يغني بعد الست. ولا خليها في الارض حبه. يلا يا معلم. اهو يا معلم، يلا. هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم. اهي اخوك كبير اهو، اخوك كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس. اهو يا معلم، يا بركه دعاك يا ابو الغوالي. هو ده يا معلم، يا معلم. اهي مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ها، ايه ده؟ كرشينه تلعبوا ميسر؟ ميسر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن، ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك؟ ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا ميسر. الواحد حظه ماتش والكوميدا اهو. حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا كبير؟ ده كومي؟ اه، انت حرامي، انت بتلعب من كمك. الكومي نزل قبل كده يعني؟ غشاش وعبيط، دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود، ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود، بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه بقى؟ وريني السلام اللي في وشك ده. انت نصاب. بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف. شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهو، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد، العبوا حاجة تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش أي حاجة كده. إيه؟ ميسر؟ يا أخي العبوا، العبوا استيميشن مثلاً. استيميشن؟ تحس تقول لي يا شيخ حسن أنت بتعرف تلعب استيميشن؟ أعرف ألعب استيميشن، ده أيام ما كنت في السجن، ما تفكرنيش يا حسام. إيه؟ يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا لما بطشيع عشان ألعبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل، انت راجل هلال. العب يا اخي بقى، العب العب العب. يلا العب وريك. قول لي كويس. ماشي حبيبي. لا
هتقعدوا قاطعيني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي خمس دقايق وبقى له نص ساعه. ابعتوا لي اي حد. شوف دي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعه ابعتوا لي اي حد عايز انزل اشم شويه هوا. حرام عليكم بقى. يوه بلاش خوت. خليك معايا شكله جه. ناس تسيع وواحد يقعد جنب الشرطه يخدمكم بقى ان شاء الله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه؟ يا حسام يا ابراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر بص بقى اللي هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان اهدى من كده؟ لا لا مكان هادي هادي خالص ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها ونقعد بقى ايه قدام بعض كده ما نتكلمش نبص لبعض بس. ده الدرجه دي بتحب الهدوء؟ انا بعشق الهدوء خصوصا لما يكون مع حد بحبه. بسرعة بسرعة
المصير؟ Say, I...